اللحظه اللي وقفنا عنده قلت لكم عن عضو ما يسمى بالطرف المدني المحامي فضيل للرئيس، وجه سؤال للرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، واللي قلت لكم عن السؤال اثار ضحك في القاعه. قال له على انه هو قط اشار فتره زمنيه على انه يجبر الهدايا والهبات بوصف رئيس منتخب للدوله، عنه لماذا استجبر الهدايا والهبات عام 2019 اللي كان مترشح فيها رئيس الجمهورية حالا محمد ولد الشيخ الغزواني، قالوا لماذا تجبر الهبات في ذيك الانتخابات ونحن عندنا مترشح رئيس راسه حجة هون اللي هو فضيل الرئيس اقصد بها محمد ولد الشيخ الغزواني، المحكمة ما طلبت يسحب الكلمة، هو اللي ما كلف راسه عن سحب الكلمة بالرغم عن رئيس الجمهورية يعتبر رئيس مجلس الأعلى للقضاء. ذم عقب ذاك من الأخذ والرد اللي خلقت بلبلنتينا وخلقت مشادات كلامية بين الأطراف، بين الطرف المدني وبين كيف ما قلنا لكم عن خلقة فم بلبلة وخلقة فم قدر مشاد الأخبار والأخذ والرد ومشادات كلامية بين الأطراف، بين الطرف المدني وبين الطرف المدافع عن الرئيس محمد بن عبد العزيز. المهم خلال الكلام اللي هو قرر والشدو بها اللي صدرت فم عبارات قال انها ما هي مناسبة بالنسبة له اتجاه رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز. قرروا والشدو عنه لين سحب. من قرروا لين سحب اللي هو منسق الدفاع عن عبد العزيز. قال رئيس المحكمة عن نهائيا غير مقبول عن 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 العميد يمشي، قال لهم انا العميد ما نختاره يمشي ولا نختار العميد ينسحب وكذا وتوف، والعميد اللي هو الشد وكان يطالب بعن يعطاله ميكرو اياك يتكلم به اللي عن الطرف المدني عن تكلم من 4 اشخاص عن والله 5 عنه وعاد لحقوا هم اللي يتكلم عقبوا طاول الكلام. شوفوا كلامه اللي شدوا لهن حاولت نجمل لكم هون شوي. قال عنه لا يتكلم مسالتين، واحد الرد واحدة على عنها الرد لنقيب المحامي اللي هو اللبتي، وقال عنه يحض على الذي قاله احترام القانون بشكل واضح، وقال عن القانون يمنع وجود طرف مدني، قال عن الجماعة اللي عنها طرف مدني عن وجودها قاعد معه قانون، قال عن القانون يلزم المحكمة بالبت في قضية الرئيس على عنهم بدل من الاستماع للطرف اللي هو استماع عنهم يلا قاعد يبتوا قضية الرئيس السابق بشكل فوري المادة القانونية. قال هو عندنا 288 اسمحونا الرزوه لا يتقطع شوفوا قال احنا لين سرسلوا كلامه لشدوا. قال عن القانون يلزم المحكمة البت في قضية الرئيس السابق بشكل فوري، وانا قلت لكم عنه قال هون المادة القانونية انا ماني ضابطها بالضبط واعتقد انها 288. قال عن عدم البت في القضيه عن ذي الفوضى اللي خلقت داخل المحكمه عن السبب الرئيسي لها هو عدم البت في القضيه عن القضيه اللي هي اساسا مطروحه قدام المحكمه ويا بتو فيها يتباركوا معها. قال اللي عن ما فهم ارضيه بين الاطراف اللي هما الطرف المدني وهيئه الدفاع عن الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز. كيف ما قلت لكم عن طيلة المحاكمة والناس يشدوا الأخبار وفم الأخذ والرد، والعبد العزيز عنده قاعدة اللي هو الرئيس السابق عنده قاعدة ثابتة طرع كراع لكراع يعطي ساعة ويرد عينه شوي يلتفت لين يعرف البلبل شنو، وبلونين يسولوا رئيس المحكمة يقول له أنت سؤال وجا لك، يقول له ما هو مجاوب، قال له يقول له ما أنا مجاوب، يقول له ما أنا مجاوب. واللي شدوا ملي قال عن للساء اللي تصدر من جماعة الطرف المدني عن لا معنى لها قاع بالنسبة له ما عندها معنى، وقال طالب قال عنه يطالب تطبيق العرائض المطروحة أمام القضاء الموريتاني عن هاي العرائض إنه طالب تطبيقها، وطالب الطرف الآخر من المحامين اللي هم جماعة الطرف المدني قال عنه طالبهم بكف الكلام النابي، هذه العبارة اللي قال اللي وجهه للرئيس السابق والعبارات النابية وعقب ذلك وصفهم بالمسيئين طبعا طريقة غير مباشرة، وقال عن هذه القضية عنها ما فيها قاع طرف مدني نهائيا، وهذه الكلمة زيد شفت والشدو لين صار في كلامه قال عن القضية عن ما فيها قاع طرف مدني اللي هي قضية اتهام الرئيس محمد بن عبد العزيز وجوده داخل المحكمة، عن هذه القضية بدأت ما فيها طرف مدني، هذا الكلام غضب
الجمال.